اخبار بيه اليوم جيت الاميجريشن نتاع سريلانكا. عندنا الحق احنا بعتنا في شهر 35 دولار تو حبيت نعمل اكستنسيون بيت بالرسمي لازم يقف في اكثر من شهر دونك اكستنسيون لتوينسا 6 دولار سو مطير على الاخر شهرين نهار يجيب 300 فرنك وتنجم تزيد تعمل حتى اكستنسيون اكثر شهرين اخرين مي ليك تولي 57 دولار معناها شهر لو 35 دولار تحب تزيد شهرين تخلص 6 دولار كهو. واحد من اروع الرحلات بالقطار في العالم ب 1 دولار كهو لمده تقريبا 7 ساعات. البلد سريلانكا الحبيبه لؤلؤه المحيط الهندي. فيزا كما وضحت قبل ب 35 دولار تاخذها اونلاين و7 دولارات كهو كان تحب تزيد تقعد شهرين اخرين. قبل ما تطلب الفيزا ادخلوا على السيت اوفيسيل على خاطر فما وحدين اخرين يكلفوا هيلكم اغلى برشا. انا التذكره خديتها من كوالالمبور في ماليزيا تقريبا 100 دولار اما من تونس نجم تدخل تشوف على سكاي سكانر كاياك ولا جوجل فلايتس تلقى احسن اسوان. الرحله كانت انطلاقا من مدينه كاندي ثاني اكبر مدينه المعروفه بكثره معابدها البوذيه وصولا الى إلا الموجوده بين الجبال وتصب فيها الشلالات من كل النواحي. سوم الرحله بالترا اقل من دولار بما يساوي 150 روبي ما تستحقينيش فيرست كلاس اللي هي رخيصه زاده على خاطر عدينا الوقت الكل في البيبان اللي يقعدوا محلولين باش نتمتعوا بالمناظر الطبيعيه. مده الرحله كانت بين 6 و 7 ساعات ما يتحسوش لاحباء الطبيعه تقول حال تتفرج في ناشونال جيوغرافي. الماكله تنجم تشري معاك من قبل ولا حتى في التران على خاطر يطلعوا زاده في كل محطه يبيعوا وموجود ريستو في وسطو كان تحب. الفطور غادي يتكلف حكايه 1 دولار. الركاب في الترام خلطين اجانب وسكان محليين محليهم مسلمين على هندوس على بوذيين بلباسهم اشكالهم المختلفة لكن عندهم نفس الترحاب والتبسيمة. الرحلة يمكن تقسيمها على مرحلتين وين تنجم تقف تبيت في مدينة مزيانة نواريليا الملقبة بانجلترا الصغيرة معروفة بالبحيرة والتي بلانتيشنز متاعها زي طقسها الفريشك اللي ابرد من باقي المدن في سريلانكا. القطار تعمل العام 1864 باش ينقل القهوة من كندي حتى العاصمة كولومبو وبعد يتصدر لبقية العالم قبل ما التاي ياخذ شهرة أكثر. حسيله من بنة المشهد الرحلة عملتها مرتين مرة كاملة 7 سوايع ومرة 3 سوايع. التران يمشي واحدة واحدة بين الجبال يتعدى على برشا قناطر وأنفاق أكثريتهم قدم. في أغلب الأوقات تكون السكة عالية في القمم كل مرة نتعداو على شلالات غابات حقول موز وخاصة تاي وقهوة. فما عادة محلاها السكان اللي في القرى كبار وصغار وخاصة اللي يخدموا في الحقول يبدأوا يستنوا في الترانك يقرب الوقت اللي يتعدى فيه باش يسلموا على المسافرين من بعيد والضحكة مالية عينيهم. مناظر الحقول هذه من أزين ما تنجم تشوف في آسيا نظرا لارتفاعهم تقول ساعات كيفاش يوصلوا حتى يلموا منهم الصابر. توصل إلا تضربك النسمة الفريشكة وبطبيعة الدنيا كلها خضرة. سكنك العادة في هوستل ب 12 دينار ليلة كريت موتور وسرحنا بين الجبال نفركسوا على الشلالات وين عملنا غطسة ومتعة المناظر فتنية ما تتوصفش. حتى كان ما تسوقش فما كيران ونقل عمومي رخيص بدينار كل عائلات وشباب من جميع أنحاء العالم عاملين جو مع السكان المحليين يعرفوا كلهم اللي هي فرصة باش تعيش شوية من الحياة اليومية متاعهم تقرب لهم أكثر وتكتشف ثقافتهم وتفكيرهم. فما زادا 9 Arch Bridge اللي كمل العام 1921 نجم توصله ماشي من وسط البلاد. الأغلبية يمشيله في الأوقات اللي تعدى فيهم التران ومن أشهر البلايص متاع تصاور مزيانين. ثالثة بلاصة هي ليتل أدامز بيك اللي يحب أكثر هايكينج وين يلقى منظر مزيان في القمة ومقابلتك إيلا روك اللي تنجم زادا تطلع لها أما في أكثر وقت. هذه فكرة على إيلا اللي مزلت فيها برشا حاجات أخرى وخاصة رحلة التران اللي في حد ذاتها تجربة روعة.